طيب هستأذنك معانا مدام صفاء من الإسكندرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن أكلم الشيخ سلام لو سمحت؟ تحت أمرك يا فندم، اتفضلي. أنا في حاجة عايزة أقولها بس أنا مخروجة أقولها. اتفضلي. أنا كنت متجوزة واحد. تمام. وبعد كده الواحد ده حصلت علاقة بينه وبين والدتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. والله العظيم انا زي ما بقول لحضرتك كده، انا مش والله العظيم ما بكذب، بس الموضوع ده قلقني قوي، فرحت سايبه لهم البيت وطفشت. طب وبعدين يا فندم ايه اللي حصل؟ انا لما عرفت، انا عرفت الموضوع ده واجهتها، راحت هي ضربالي وسلطت عليا اخواتي وبهدلوني اخر بهدله وحبسوني، وانا مش عايزه ارجع اعيش معاه تاني عشان حرام الموضوع ده. انا شفتهم بعناية. طيب شفتهم بعناية والله. سؤالنا ايه بقى؟ السؤال يا فندم حضرتك اولا لسه على ذمته ولا خلاص تم الطلاق؟ حضرتك هو ما كانش راضي يطلقني، انا معايا بنتين. تمام. اخدت البنات وطفشت، رحت اسكندريه اجرت سكن وبشتغل عليهم بقالي 5 سنين دلوقتي، رفعت قضيه خلع والحمد لله الحمد لله اتخلعت منه. تمام. لما رحت دار القسط قالوا لي انت عايزه تتخلع منه ليه؟ انا قلت للشيخ عشان السبب ده، بس انا مش عايزه اقول لحد عشان برضك ما اشوهش منظرها. طيب سؤال حضرتك يا فندم، ده يعني انا لما انا مشيت من البيت وسبته ده حرام؟ لما انا خرجت بيتي معاه حرام ولا حلال؟ حاضر يا فندم، لا حول ولا قوه الا بالله. كانت مدام صفاء وكانت بتحكي مصيبه طبعا اللي بيحصل ده، ان هي متجوزه ويحصل العلاقه بين الزوج ووالدتها ده، يعني مش عارف احنا في اخر الزمان ولا ايه بالظبط يا دكتور سليمان. الزنا فحش عظيم، لكن الزنا بالمحارم اعظم فحشا. يا الله. فنسال الله العافيه يا رب. وما فعلته هذه السيده رد فعل طبيعي جدا، ماني شايف مبالغ فيه ولا حاجه، وتكتم على الامر وما تحكيش بقى الحكايات دي وخلاص، وربنا سبحانه وتعالى يكرمها في حياتها المستقبليه ويغفر لامها ويغفر لهذا الرجل الذي كان زوجها يوم من الايام باذن الله تعالى. استاذ محمد من